كون أرضي ولا مسيح هيرك كل دوان إيش معدة أيام ما أنت كقال إن تبي إيش معدة تشوب كي كواس أو سوق بقبي هيرك كواد إيش معدة مناسبة دان واحد مد هيرك دوسري إسلام مركان الغو قبت تياتر كقرن كأي وحق سوق بقلي حلبانو وسيرو مامول كسرية إيش معدة أرضي معلمين والدين يوم سولين كناسبة دا يا وحق الغو صوبن لجاي سوبان كترشو ميسا قالت بنتا أرضي ذا إيمانتا يسدو كلا بودهان جامعة دا ورينتي وحا حفلة دا كهالي أستاذ إبراهيم عبد النور عبد الضفاء أو أحمدها حرير كدوينها جامعة دا قلت سوحة المحبرشة أصاب الأرضي مدى نرسة نكارة أيامان ترميشان وحا كوكال انجنرية أرضيدي أسر طغر عليهي أسر طغر عليهي أسر جودي دغيهي إن أي معاني ما أنت أكرا أي قيران وحان لي أيقا الانجنرية الشاقيمة هي قاية هزرالي همبرية 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 ما أنت وحا قيرتين دور نرشينا دورك كذا كبيرا ومستقبل كينا أضوط الأبسطين أنا كلا خار كم إذا أرضي إذا قال إن تبيني سي والدين تأيا كهلا مناسبة دا كواس أو شيء ما أنت هنا ودي أنت هاي مالي وين؟ ما دام أرضنا وشيء ده قروح ده بدل له أي كسر دبر أديك مرحلة كستها وصو مرينة إن هر كان والدين تسوق عرسية قاب تفرديو أي دي عكرتو إن أي بره بلشة ما دلالة إذا دعوانا يان وسلام يا أرضنا إذا كم إذا هاي نحلا هاي دمانتينا وما سنتين ما دام مدو كدوات أفرسنا أوصر دور أدكتين إن أد كمير دلسان هدف كينا موشيت كيناها إن ما انتهي ملدا أهيك سنة سنة سوق أرتان أردينا كبه علي جامعة الجوب كي يكوب هذا كبه الدونوة وحا كجر أردي بضن أورنتي دليرا أو كشقية قيبها كالدوبان بلشدة كقولوا استيني كشخيال هي لها كل دول الدولة يجو ولي بقبب هي عجار كاتاسنا وحكو أمانا كنا مع سنة الله سبحانه وتعالى كسكو جامعة الجوبكي أرنتي دلال فربضن أردنا فداه جلسة وحرب هرتي نين أنا قوم هاد عليو قدوميها معمول كجامعة الجوبكي أستاذ عبد العزيز عاجن عبد السمد معلمين تا قيبه هذا كل دوبن هول ودينا ده جامعة ده جوب كي أو دمانتود أن كدالين إلى أي مر والبا سوى نكسن أو دا عدني ما أقو أذيعان أرضي ده نافضة أنا بقول كم ده كنا هاللايا واردين تا إلما هايو دكتان جامعة ده جوب كي وعي قلن شبينا يسمان تا أفر عرورة أو لبنا قبليهين لبنا ويل ليهين وعكلوا هين دكان أي هدا أفر عرورة أو سنة كدنبة أيقونا قلن شبين دونا ما شاء الله وحان يدكوكو هم بليين يا واردين تا المها جامعة دا جوبكي وا جامعة دا كلية اي مركز تا كودة دا أشياء عرورتين إنا يسوى سارت سيدوك اللي مسؤولين تي كسو قيب قلي مناسبة دا أيا كالي إيغو مركز أو هم بليين أرضي دا كقلن شبسي جامعة دا جوبكي فرحات إير راين راين أي إي تهي إن أن مرخاتي كان نقضو قوشين وحنا من سنة هاي إنا السنة غبضا أتكو جرتين هلقن أتكو حق يجينا إنسان ريادين ما أنتنا ونتيجة دي وحبضا أتكو ريمو أتكو ريونا آدي آدان وفرح سنة ما أنتنا كسوق بقال حفلة دان وحقيقة دردارنا een horta hooyoyinka iyo aabayaasha oo ilaa intaas la soo kuf ii gacay aadan ugu mahadcelina inay noo soo saaraan arday intaas oo dhan ee la soo juhdi la soo galeen waxaa dardaaran iga ah bahda caafimaad wadankiina iyo dalkiina iyo dadkiina u shaqeeya siga hagar la'aan ah dufcadaha kalena waxaan leeyahay hooshiine wadanka idin baahan maanta madaxaan furan wuxuu u sheegay waaye maanta waxaan soo koobay maqeerad aad u fara badan ayaan meeshan maanta aan ka dareemay runtii dhalinyaro aad u qurux badan oo kalaro kala duwan qabo ayaa maanta indheega ka muuqdo
oo maanta dabcadii sagaalad ka soo qalin jibisay ay u soo qalin jibiyeen nooc kasta oo dalka looga baahan yahay hambalya idin leeyahay hambalyo hambalyo nasabadan maanta waxa ay kulansatay laba farxadood mid waa jiil qurux badan oo maanta ka qalin jibinaya jaamacaddii heerka waxbarashada heerka koowaad midna waa dhalashadii nabigeena maxamed calayhi salaatu wasalaam naxariisii nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waxaan idin dhihi lahaa waa ka yara barakaysan tihiin ardayda kale maadaama munaasabadan maanta aad ku aadeen waxaan u hambalyeynayaa ardayda maanta halkan ku qalin jibisay waxaan ugu hambalyeynayaa juhdigoodii dheeraa maanta inuu miro dhalay waxaan u hambalyeynayaa jaamacadda joobkey oo ardayda waqti badan gelisay sidoo kale waxaan u hambalyeynayaa waalidiinta u sabray waqti badan geliyey duco geliyey wax badan la dhafray ardaydooda ugu dambeyn waxaa munaasabadda ka hadlay guddoomiyaha jaamacadda joobkey rofesor cabdicasiis caagane runtii waxaan leenahay dufcada sagaalaad hambalyo 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 runtii maanta waxaa idiin dhaboobay safarkiinnii aad ku dheeraay ee aad ku talagasheen inaad maanta oo kale aad soo gaartaan runtii waxay ahayd go-aan saxan oo qurux badan oo aad qaadateen oo runtii dadkii waaga ay bilaabayseen idin lahay xilligan miyaa waxbarashada bilaabi karaa mise xilligan wax lama baran kara maantay ay dareemayaan qaraar halka adiga aad dareemaysaan macaan aad guranaysaan mirihii juhdigii iyo dadaalkii aad ku ballaarnay ee aad soo bixiseen inta aad ku jirteen jaamacadda waxaa sharaf iyo runtii ammaan mudan waalidiinta ardayda oo runtii habeen iyo maalinba ayagana diyaar u ahay oo ilmahoodu inay astaagood ay wax la qaybsadaan heerkan ay soo gaaraan runtii waqti aad iyo aad u weyn ku bixiyey nimco muxuddiin cardafe soomaali cable muqdisho bangiga salaam somali bank wuxuu adeega mushaar bixinta ku soo kordhiyey hab cusub oo online ah e-payroll wuxuu kuu fududeynayaa inaad si online ah ku bixiso mushaarka shaqaalahaaga kaasoo kuu ogolaanaya inaad ka soo dirto meel kasta ood adduunka ka joogto salaam somali bank waxaa ka go'an inuu kaa caawiyo waayaragnimada ugu wanaagsan ee suurtagalka ah ee bangiyada caalamiga ah iyadoo adeega e-payroll uu ka mid yahay kuwa ugu muhiimsan ee uu bangiga bixinaayo